بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم شادي نور. انا بسافر العالم في 1000 يوم. النهارده وصلنا هندوراس، ثاني اخطر دوله في العالم. النهارده هنتمشى في المدينه، هديك شويه معلومات سريعه عشان تبقى عارفين وضع البلد شكلها عامل ازاي. طبعا الدوله ثاني اخطر دوله في العالم، و80% من الدراج ترافيك بتعدي هنا، اللي هي بتروح للنايتد ستيتس. فالبلد فعلا خطر وكمان مش امان، وعشان كده هبقى واخد حذري ومش هتمشى في الشارع كتير، بس هبقى حاطط الكاميرا واديك شويه معلومات. هنا السنتر ده المركز الرئيسي، المكان الرئيسي، يعتبر اعمل مكان لان في بوليس في كل حته. في تقريبا اربع عربيات بوليس حواليا شبه التوك توك كده صغيرين. والنهارده الحد، فالناس اجازه، الناس كلها رايقه، وهنا في عصافير كتير، وديات الكاتدرائيه المشهوره بتاعتهم. عموما البلد رخيصه جدا، الفلات بتبتدي من $15 $20، الهوستلز من $10 وممكن كمان اقل. انا دلوقتي في البيك سيزون، مفيش سياح كتير. طبعا البلد معروفه انها خطر، فمفيش سياح كتير، وكمان الموضوع كله مش محبذ الناس تنزل تسافر في حتت في الدوله دي، لازم تبقى واخده بالها جدا جدا جدا. حتى انا كمان بحاول ابقى بعيد عن الناس عشان ما يسمعوش انا بتكلم باللغه مش الاسباني. مفيش برضه اكتيفيتيز كتير ممكن تعملها في العاصمه. العاصمه بتاعتنا اسمها تيجوا بليسيا، حتى مش فاكر اسمها بالظبط، بس هي بتبتدي بالتيجوا. وفي مكان مثلا بتطلع قدام فوق على حديقه اسمها بيكاتشو، بتطلع بتشوف المنظر كله. مفيش اتوبيسات كتير هنا، الشوارع محدش بيتمشى فيها، بس في السنتر في الشوارع محدش بيتمشى، كله بيبقى قاعد بس في العربيات، لان زي ما احنا عارفين الموضوع فعلا خطر والبلد مش امان. في بوليس كتير، هو ده اللي مخلي الواحد ان هو يستخدم الموبايل، غير كده بيكون ممكن تتثبت في الشارع مسدسات، وطبعا جو لبش لبش. ليه بقى البلد مش امانه؟ انه طبعا بلد 80% من المخدرات اللي بتروح لامريكا بتعدي من هنا، فنلاقي انه طبعا عصابات كتير، وكمان هم بيعملوا ديلز مع الحكومه، بيكون عندهم سيطره كتير، في عصابات كتير متفرقه، وكل واحد بيبقى عنده التاتو بتاعه. فانا دايما عشان اقرع كمان بتكون اوحش، فانت لو عندك تاتو واقرع بتبقى مشكله كبيره، الناس بقى بتشوف التاتو اللي انت عندك ايه، بتكون انت تبع عصابه معينه، وبيكون في ما بينهم دم وحاجات زي كده. فطبعا الدنيا قلق، وطبعا الناس هنا في الشارع ما هتلاقيش حد بيمشي في الشارع. ليه؟ لانه البلد طبعا لو هتمشي في الشارع هتتثبت، وهي مش هتثبت بس ياخد فلوسك، هيطلع عليك مسدس، وجو يعني جو فعلا لبش. بس احنا في السنتر في عربيات حكومه كتير، وفي حوالي تقريبا 40 شرط في البلازا دي، وقدام احنا الكاتدرائيه المشهوره. فالدنيا هنا لحد ما تمام، فعشان كده انا بطلع الموبايل، حتى الكاميرا بتاعتي الكبيره ما بقدرش انزل بيها، لان طبعا اللوكالز هم اللي بيدوا النصايح، عشان كده الناس بعرف ان بلد مش غاليه، لا سوري رخيصه، لكن امان. ونخلي بالنا كلنا ننزل هنا، ممكن تلاقي اوتيلات من $20، حاول تقعد في اماكن قريبه من السنتر، او مثلا اماكن عند ناس تعرفهم. انا كنت قاعد كاوش سيرفنج، فتمام الناس لوكالز بيدوا النصايح، امشي فين ما امشيش فين. فدي برضه بتكون حاجه مهمه انك تكون عارف الناس. هنا ما حدش بياكل حمام، عشان كده في حمام كتير، اوكي. تمام الدنيا هنا لحد ما يعني بصراحه مش عارف اخد نفسي، نفسي انزل اتمشى في الشارع بس طبعا صعب، فكل حاجه بتكون فيها ريستريكشنز، فالدنيا مش سهله. والناس طبعا ما بتعرفش تستمتع بالجو، حتى نيو ييرز الناس ما كانتش بتنزل عشان اللبش. يعني متخيل حتى نيو ييرز اللي هو المفروض يبقى فيه زحمه، الشارع يعتبر كانت فاضيه، كان فيه ناس بس مش قوي يعني، فكانت حاجه صادمه. فهندوراس صعب ان انت خصوصا اللي هتسافر، اللي هي المدن الكبيره، سان باولو، سان بيدرو سولا، دي المدينه الثانيه، ثاني اكبر مدينه بس اخطر مدينه. والعاصمه تيجوا اللي احنا فيها ديت تعتبر امن من سان بيدرو سولا بس خطر جدا. لكن لو هتسافر مثلا القرى اللي هي ما بينهم، او قرى في النص، فيها تلاقي قرى كتير، هم 10 مليون واحد، هتلاقي قرى كتير. الناس دي ممكن بقى يعني ممكن في الحتت دي تلاقي اماكن تقعد فيها تكون امان اكتر، لو انت تحب المغامرات او بتحب تعمل تشوف اللوكالز اكتر. لكن فعلا انا مش عارف اشوف اللوكالز، مش عارف اتعامل معاهم، مش عارف اتواصل مع الناس، مش عارف انزل بالكاميرا بتاعتي، مش عارف اتصور كله دوت، لان البلد خطر. بس عموما نفسي كنت اديكم معلومات اكتر، واتفرجوا على الفيديو بتاعي في القناه الانجليزي، ان شاء الله يبقى فيه معلومات اكتر. لو عايزين تعرفوا معلومات عن الاكل، لان الاكل هنا حلو جدا، وعندهم بلياده دي رهيبه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. سلام.
هنا التدين في هندوراس قوي جدا، اغلب الناس عندهم ديانه البروتستانت، في تشدد وتدمر جامد زي ما احنا شايفين. دول ضد الباكسين، طبعا هم عندهم انتخابات المفروض الشهر دوت، الرئيس اللي بقاله 12 سنة هيمشي وهيتغير، هيبقى فيه رئيسة جديدة وأول رئيسة تحكم البلاد. So we see this is a religious country. This lady over there is actually telling people for some religion stuff. And most of the people here are Protestants, so it's kind of religious, kind of conservative. And these people here are against the vaccine. ¿Por qué crees que la vacuna es muy, no es bien? Bueno, yo me la puedo ver. No me lo agarré. Es bueno vacunar por la salud. Yo no digo nada. Pero es, ¿crees que es? ¿Dónde venimos? ¿Dónde venimos? ¿Ah? ¿Dónde venimos? Egipto. ¿De Egipto? Sí. ¿Andas de Honduras? Sí, vacaciones. Bienvenido. Es bueno, bienvenido. Muchas gracias de la capital. Muchas gracias. La doctora Salgado. Solo vacaciones por 4 días. Ah, Lorenzo.